بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد انتهينا من الكلام عن قصة هود عليه السلام مع قومه عاد، وكيف أنه دعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى تجريد العبادة لله سبحانه وتعالى، ويذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، ولكنهم عتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى وتمادوا في طغيانهم وفي كفرهم، فأنزل الله عز وجل عليهم العقوبة فكذبوه فأهلكناهم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه قصة، يبقى عندما نقرأ أو نستمع إلى هذه قصة لا نمر عليها مرور العابرين، ولكن نقف وقفة مع هذا القصص القرآني نأخذ منه العبرة والعظة، نأخذ منه العبرة والعظة. ودوما سؤال يطرح على النفس، لماذا أهلك الله عز وجل عاد قوم هود؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وده نتيجة للذنوب والمعاصي، هذه نتيجة للذنوب والمعاصي والانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه. ثم يأتي القصة التالية، قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون، ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهذه قصة صالح عليه السلام مع قوم ثمود. كذبت ثمود المرسلين، وكما بينا وكما نؤكد أيضا أنهم كذبوا النبي الله سبحانه وتعالى صالح الذي أرسله ربنا سبحانه وتعالى إليهم، وأن التكذيب برسول واحد هو تكذيب بجميع الرسل، وأن التكذيب بالرسول هو كفر بالله سبحانه وتعالى. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، أيضا صالح يعني من هؤلاء القوم ويعرفون نسبه، ويعرفون أيضا أنه صادق أمين، وبالتالي أتى بالآيات الدالة والبراهين الساطعة على أنه مبعوث ومرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم تمادوا في كفرهم وفي طغيانهم وفي كفرهم بالله سبحانه وتعالى وفي تكذيبهم لرسول ربهم، وأيضا أنكروا ذلك الحق الذي جاء به. فهو يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. ثم يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. يذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ما خلقهم سدى، ولكن خلقهم ليأمرهم وينهاهم، وخلقهم ليعبدوه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، والقاسي والداني يعرف ذلك، والصغير والكبير يعرف ذلك، أن الله تعالى ما خلق العباد إلا لعبادته. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق،
لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فهو يذكره بنعم الله سبحانه وتعالى، فأتركون فيما هنا آمنين في جنات وعيون، يبقى دي كلها نعم الرب سبحانه وتعالى عليه، وهم يتقلبون في نعم الرب، فكان لزاما أن نقابل هذه النعم بالشكر والعبودية، لا نقابل هذه النعم بالجحود ولا بالنكران ولا بالغفلة ولا بالنسيان. ولذلك هو يعني يتكلم مع هؤلاء ويحرك أيضا عقول هؤلاء، يعني لماذا خلقتم؟ هل خلقنا فعلا لكي نتنعم بالدنيا ثم ننتهي مع انتهاء الحياة، أم أن هناك سنبعث من بعد موتنا ثم نجازى ونحاسب على ما قدمنا في أعمارنا؟ فلذلك ويذكرهم بنعم ربهم سبحانه وتعالى، ولابد أيضا أن يتأكد داخل النفس أننا لم نخلق عبثا ولم نخلق يعني سدى، ولكن ما خلقنا إلا لعبادة الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ذلك الكون لنفع الإنسان ولكي يسر له أن يقوم بهذه المهمة التي خلق من أجلها. في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فكانوا في حضارة مدنية متقدمة، في حضارة مدنية متقدمة، لكن أي حضارة مدنية متقدمة خالية عن معاني الإيمان مآلها إلى الدمار والهلاك، مآلها إلى الدمار والهلاك. يبقى هذه حضارة مدنية متقدمة أخذوا بأسباب التقدم، وبالتالي على ذلك حنجد أنهم يتقدمون في حضارتهم، ولكن لو كانت خالية عن معاني الإيمان يبقى على ذلك بتأتيها الصاعقة من ربها سبحانه وتعالى ثم جعلها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. وأمثلة كثيرة لهذه الأمم السابقة كانت متقدمة في حضارتها ولكن حضارة خالية عن الإيمان، فكان مآل ذلك إلى الدمار والهلاك. هم تقدموا لأنهم أخذوا بالأسباب المادية للتقدم، ولكن هي لا تستمر على ذلك الحال طالما كانت خالية من الإيمان. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لذلك يذكرون فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يبقى ينبههم إلى هذه القضية، يعني انتبهوا يبقى أن الله تعالى أرسلني إليكم ولأدعوكم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن تجردوا هذه العبادة ربكم سبحانه وتعالى، وابتعدوا عن أمر المسرفين، عن أمر هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين، يبقى على طول يعني إذ لم يؤمنوا حتجد أنهم يتهمون ويطعنون في هذا الرسول أو في الرسالة التي جاء بها من رب سبحانه وتعالى. ده دايما هذا سنن كونية، احنا لابد ان احنا ان نقرأ هذه السنن الكونية. لما البعض حينكر أو أنه هو أساسا لا يؤمن بهذه الرسالات يبقى حتجد على ذلك هو لا يطعن في نفسه بالكفر ولا بالإلحاد، ولكن حتجد أنه هو حيتهم ويطعن في الرسالة أو الرسل أو في الدعاء لدين الله تبارك وتعالى. هذه سنن كونية لابد من قراءتها ولابد من الوقوف على هذه السنن الكونية كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلا تعجب أبدا، يعني لا تعجب، يبقى تجد الكافر الفاجر الزنديق يبقى حيرمي أهل يرمي أهل الصلاح بالطعون. يعني أنت تتعجب لذلك، هو يعلم أنك على صلاح ويعلم أنك على هدى، ولكن هذه قلوب منكرة للحق، هذه قلوب منكرة للحق، وبالتالي حجدت أنه يعني يسلك هذا المسلك في الطعن في الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى وكذلك الطعن في دين الله تبارك وتعالى. ده الحال، ولذلك قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. على الرغم كما بينا أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا وأيد هذا الرسول على مثله، على ما مثله آمن القوم، يبقى أيد هذا الرسول بدلائل قاطعة
أنه مبعوث فعلا من قبل الله وأن رسول رب العالمين، لكن ده سورة التعنت والعنان، يبقى هذه سورة التعنت والعنان. وإذ لم يهتدوا به سيقولون هذا إفك قديم، ولذلك قالوا إنما أنت من مسحرين، يعني أنت مسحور لك وبالتالي أنت بتتكلم بكلام لا معنى له. ده كلامهم طبعا، ده كلامهم، فأنت تعجب، ده كلام موزون وكلام أساسا يعني يدل على حقائق وعلى ثوابت، لكن ده حالهم، هذا حال المنكرين أو المعاندين لشرع ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا له إنما أنت مسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا، وفأتي بآية إن كنت من الصادقين. وبالتالي اقترح هذا الاقتراح، وربنا سبحانه وتعالى أجاب له ذلك المطلب، قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فهذه ناقة، يبقى على حسب ما اقترحوا ربنا سبحانه وتعالى أجاب ذلك المطلب، فكانت هذه الناقة أخرجت من الصخرة، فكانت ناقة يبقى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هم يعني تشرب الماء في يوم وهم يشربون من لبنها، اليوم الثاني هم يشربون الماء، فقسمت الماء بهذه القسمة، يوم لهذه الناقة واليوم الآخر لهم، واليوم الذي يكون للناقة هم يشربون من ألبانها. فعلى ذلك قال لهم، قال هذه ناقة لا شرب لكم شرب يوم معلوم كما طلبوا، أعطاهم ربنا سبحانه وتعالى الآية. لما جاءت الآية وآية باهرة فعلا، يعلمون أنها يعني هذه الآية لا يقوى البشر على إيجادها، ومع ذلك طبهم طلبوا واستجاب الرب سبحانه وتعالى، يبقى كان المفترض أن يؤمنوا، يبقى فعلا كانوا يؤمنوا لو طلبوا هذه الآية للاسترشاد أو للإيمان، ولكنهم طلبوا الآية تعنتا وعنادا وتعجيزا وتعجيزا. فربنا سبحانه وتعالى أجاب ذلك المطلب وقال لهم صالح عليه السلام، ولا تمسوها بسوء، احذروا احذروا أن تمسوا هذه الناقة بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها، يبقى على ذلك عتوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى وعقروا الناقة، فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى طلبوا الآية، أجاب الله عز وجل ذلك المطلب وأعطاهم هذه الناقة، ثم كان التحذير من صالح عليه السلام لقومه، ولا تمسوها بسوء، احذروا أن تمسوا هذه الناقة بسوء، عند ذلك ينزل العذاب عليكم مباشرة. فعقروها، يعني عتوا عن ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، هات بقى اللي انت كنت بتهددنا به أو تتوعدنا به. فأصبحوا نادمين، فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وانظر يعني العناد والتعنت والاستكبار عن قبول ذلك الحق، مآله إلى عذاب في الدنيا بالإضافة إلى ما ينتظر هؤلاء من عذاب الآخرة. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك للكلام عن لوط عليه السلام مع قومه، كذبت قوم لوط المرسلين، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى مع كفر كل طائفة من هذه الطوائف ربهم سبحانه وتعالى، ولكن نجد أن الله تبارك وتعالى كما بيّن كيف أنهم أيضا كانوا يخالفون أمر الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى كيف كانوا يرتكبون المخالفات، يبقى كفروا بربهم، لكن حتجد أن كل أمة من هذه الأمم كانت ترتكب ذنبا، فلذلك ما قال ربنا سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. يبقى هؤلاء كان ذنب اللي ارتكبوه قوم لوط أنهم كانوا يأتون الذكران من دون النساء، يبقى كان اللواط
وحتجد أدي بعد ذلك قوم شعيب من مدين قوم شعيب يبقى كانوا يبخسون الميزان، ده بالإضافة إلى كفرهم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنب، مننساش أبدا أن الله عز وجل أهلك هؤلاء بذنوبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. وحنجد أن أهل النار لا يدخلون النار إلا بعد الإقرار على أنفسهم أنهم فعلا عصوا الرحمن وارتكبوا ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى وما حذرتهم منهم الرسل، ولكنهم تمادوا في طغيانهم وفي عتوهم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فكان الذل والصغار عليهم في الدنيا، هذا بالإضافة إلى عذاب الخزي في الآخرة. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، ودايما كده وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يبقى العذاب وقع على هذه الأمم السابقة بعد إرسال الرسل. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، حنجد أن هؤلاء الرسل مكثوا في قومهم سنوات طويلة يدعون قومهم إلى توحيد الله ويدعونهم ويعرفونهم بربهم المعبود سبحانه وتعالى، ولكن حنجد يعني أن السادة والكبراء كانوا يقفون في مواجهة الدعوة، وراهم الأتباع يتبعون أمر هؤلاء وما أمر هؤلاء برشيد، ولكن كانوا يتبعون هؤلاء على ضلالهم وعلى فسقهم وعلى إسرافهم في المعاصي والموبقات، فكان مآل هذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى نجى الطائفة المؤمنة ثم كان الدمار والهلاك على من كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب الرسل ولم يقبل ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين، يبقى ده كان حالهم أساسا، يبقى فإنهم كانوا يخشون الذكران وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، ما كانش عندهم الرغبة بقى في النساء ولكن رغبتهم كانت منصرفة، الرجل يخشى الرجل، الرجل يخشى الرجل، ودي طبعا يعني هذه الفاحشة تمت أول ما تمت في قوم لوط، لذلك معلوم هذا هو اللواط نقول عليه اللواط، يبقى هذا لوطي، يبقى نقول فلان لا لوطي، أي أنه أساسا يؤتى أو يأتي الرجال، سواء يؤتى من قبل الرجال أو يأتي الرجال، فعلى ذلك هذه كانت فحشة قوم لوط وده الذنب اللي ارتكبوه. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، فعلى ذلك يا ترى يعني كيف يقابلون هذا الأمر وهذا التذكير، يبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى قالوا إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، بل قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني لم يستحون أبدا، يعني تخيل كده أنهم لا يستحون، قلنا زي الإنسان المرتشي، يبقى نقول إن إيه هذه بيئة أو مؤسسة الرشوة منتشرة فيها فعلى ذلك لا يستحون، يعني لا يستحون، يعني هتجد لا حياء في ذلك، خلاص لا استحياء، بيئة فاسدة، يعني البيئة الفاسدة أنت تتعجب. طب ده هم أساسا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني على ذلك تقول يعني طب دي موعظة لهم، أبدا هي البيئة الفاسدة كده، ده نتاج البيئة الفاسدة. ولذلك مثل الجليس الصالح وجليس السوء، لما تجلس أنت في بيئة فاسدة على ذلك لا يستحيون أبدا من ذكر المعايب والخبائث من الكلام والمنكرات إلى غير ذلك، يعني بل دي فاكهة هؤلاء، فاكهة هؤلاء، فعلى ذلك قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه ناس يتطهرون، قوم يتنزلون عن مثل هذه الأمور، وبالتالي لا مكان لهم معنا، لا مكان لهم معنا. لذلك كما بينا أيضا في سورة إبراهيم قال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يبقى إما أنتم أساسا تعودوا في الملة بتاعتنا أو يكون أنتم جزاءكم الطرد والإبعاد من هذه البلدة، يبقى منين ما نسبوا الأرض إليهم، ونقول على الرغم أن المؤمنين أيضا هم من القوم ولكن لما آمنوا كأنهم ليس لهم الحق في أن يسكنوا هذه الأرض، يبقى وقال الذين كفروا رسلنا أخرجناكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، حاجة الاثنين اختاروا، يبقى انظر إلى بجاحة بقى الكفر، يعني بجاحة أهل الكفر،
يبقى ده قالوا لمين؟ الرسل. والرسل دايما كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إذ قال لهم أخوهم لوط، لوط ألا تتقون، يبقى منهم هو. إذ قال لهم أخوهم صالح، إذ قال لهم أخوهم هود، يبقى كل ده يعني الرسول من القوم، وأيضا له نسب معلوم، وأيضا له مكانة، ويعرف بالصدق والأمانة. وكذلك من آمن معه كان من قومه، كان من قومه. لكن انظر بقى بجاحة الكفار وبجاحة الزنادقة، يعني ماذا يقولون؟ وقال الذين كفروا الرسلين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. حاجة من الاثنين اختاروا، إما نطردكم الأرض لا حق لكم، وإما أنك أنتم تعودوا في ملتنا. ولذلك يبقى أنت لا تعجب لما قال قوم لوط للوط عليه السلام يبقى أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه أناس يتطهرون. يبقى على ذلك لا يستحون من ذكر ذلك الأمر أن هذه بيئة فاسدة، وده نتاج طبيعي لهذه البيئة الفاسدة. قال إن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين، أي أنه باغض لذلك العمل. ولابد للمؤمن أن يكون يعني باغضا للمعصية كارها لها، ليس باغضا لها كارها لها في الظاهر فقط، ولكن ينبع ذلك من قلبي. يعني لابد أن أنا أبغض المعصية من قلبي، فأنا لابد أن أنا أتربى على ذلك، تربى على ذلك. ممكن أنا أظهر بغضي للمعصية من الظاهر، لكن يا ترى لما نفتش في الباطن، وده المهم جدا، يعني المهم جدا أن بغضي لها في الظاهر ما هو إلا صدى لبغضي لها في الباطن، فقد لا أجد هذا البغض أو الكره للمعصية في باطني، يبقى أنا أحتاج إلى علاج، أحتاج إلى مجاهدة النفس حتى ينزل ذلك في قلبي، إن أنا فعلا أكون محب للطاعة من قلبي وكاره وباغض للمعصية من قلبي. يبقى مش العبرة بالإنكار الظاهري فقط، ولكن حب الإنسان للمعصية ممكن يكون يعني موجود في قلبي في باطني مع إنكاري لها في الظاهر. فيبقى أنا أحتاج عند ذلك إلى علاج، لازم أعالج نفسي، عالق قلبي، نزيل هذا الأمر من قلبي. هذه شائبة عائق يعوق الإنسان في سيره إلى ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يبقى ده عمل قلبي، المحبة دي أو الحب ده عمل قلبي، يعني حتى لو لم يظهر ذلك، يعني هو يتمنى أن التبرج ينتشر حتى لو لم يظهر ذلك، حتى لو أظهر بلسانه عكس هذا الأمر، يعني يتكلم وتراه كارها لهذا التبرج، لكن أنت كاره لذلك من قلبك أم لا؟ يبقى لا بد أن أنا أكره ذلك من قلبي ابتداء، يبقى أكره هذا من قلبي، دي الأساس، عمل القلب هو الأساس. فلذلك لوط عليه السلام أظهر ذلك، قال إني لعملكم من القالين، أي أنه باغض لذلك العمل، كاره لذلك العمل. يبقى وده إنكار المنكر بالقلب، يعني إنكار المنكر بالقلب، أنا أكون باغض لهذا المنكر في قلبي. إلا ما أجد هذا فأنا أحتاج إلى علاج، إلى علاج قلبي، إلى علاج قلبي. والكلام ده أنا أحصل عليه إزاي؟ لما ينزل الإيمان للقلب، يعني يطرد كل هذه الأدواء. يبقى أي داء يعني موجود في قلبك علاجه هو الحصول على الدواء، والدواء هو الإيمان، لما ينزل ويستقر الإيمان في القلب فلا مجال لأي داء أن يعيش مع الإيمان. وكلما ازداد إيمان الإنسان كلما كان طرد لهذه الأدواء. يبقى إذا كان داء الحقد، داء الحسد، داء الغل، يعني أي داء من هذه الأدواء الباطنة طردها لا يتم إلا عن طريق الإيمان. ننزل الإيمان يبقى يعمل عملية طرد، يبقى الإيمان. ولذلك كما قال هرقل، وكما نذكر أيضا أن هرقل قال لأبي سفيان رضي الله عنه لما سأله هل يا ترى في حد بيرتد عن هذا الدين بعد الدخول فيه سقط لهذا الدين، قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب، لما ينزل كده ويستقر ويملأ القلب دوعاء، لما يملأ بالإيمان خلصنا مجال، فيش مجال أبدا للحقد ولا الحسد، فيش مجال إنك أنت تبغي على إنسان أو تغش إنسان أو تحمل الغل الإنسان، لا. يبقى ده إيه اللي هيطرد إزاي؟ ده هذا لا يطرد إلا عن طريق الإيمان. فكذلك أيضا يبقى القلب منكر كاره باغض للمعصية، باغض لهذه المعاصي. يبقى ده أول أمر أنا لابد أن أنا أهتم به.
هذا أول أمر إن أنا أهتم به. ولذلك إنكار المنكر بالقلب يبقى أنا كرهه من قلبي، حتى لو لم أقوى على أن أعبر ذلك بلساني أو أن أغير هذا المنكر بيدي. إحنا عارفين كده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع لا أستطيع تغييره، فبلساني لا أستطيع أن أتكلم بكلمة واحدة، أخشى على نفسي فبقلبي. طب أغير المنكر ده بقلبي إزاي؟ أبقى كاره لهذا المنكر، كاره لهذا المنكر، باغض لهذا المنكر، هذه تغيير منكر بالقلب. لكن احنا ساعات كده تغيير منكر بالقلب خلاص ده هو ما مرش على قلوبنا، ده لو مر على القلب كده مش هيخليني اعيش وانا في سعاده ولا في سرور وجود هذه المنكرات، يعني وجود هذه المنكرات فمش هتخليني اعيش في سعاده وفي سرور. لكن احنا في سعاده بنمرح بنلعب وهكذا، والمنكرات كثيره بل بتكثر هذه المنكرات. ففين بقى؟ يبقى لما اكون كاره لهذا المنكر بالقلب. زي الانسان كده اصيب بمصيبه فترى الحزن، الحزن ده مش على وجهي، لكن اللي على وجهي ده، هذا الحزن الذي على وجهي ما هو الا صدى لما كان في قلبي. حزن في قلبي ظهر على صفحه الوجه، ظهر على صفحة الوجه، يبقى حزين. فين الحزن ده؟ في القلب. أصيب بأي مصيبة فتجد حزن شديد، فقد مثلا مبلغ من المال، فقد مثلا عزيز لديه، يبقى على ذلك هتجد أنه حزين، يعني حزين القلب فيه حزن ظهر على ملامحه، ظهر على ملامحه. لكن أنت انظر كده تفكر هتجد الحزن ده في قلبك. كذلك أيضا انكر المنكر بالقلب، أن أنا أنكر هذا المنكر، أنكر هذا المنكر بقلبي، أنكر هذا المنكر بقلبي، كاره له، باغض لهذا المنكر. فلذلك نوح على لوط عليه السلام قال إني لعملكم من القالين، قال رب نجني وأهلي مما يعملون. إن كان هناك عذاب فدعا ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه من ذلك العذاب، فنجيناه وأهله أجمعين، أي كل من آمن مع لوط عليه السلام إلا عجوزا في الغابرين إلا امرأته، ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء، فأنزل ربنا سبحانه وتعالى عليهم حجارة من سجيل وفساء مطر المنذرين. ده أدي المطر اللي هو أمطروا به كان عبارة عن حجارة، يعني حجارة من سجيل، وكذلك أيضا يعني جعل ربنا سبحانه وتعالى عليها سافلها، يبقى اتقلبت على أهلها، ده بالإضافة أنهم أمطروا بهذه الحجارة. فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يبقى لما تمادوا في المعصية ربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم هذه العقوبة، وهم أتوا بذنب ما سبقهم بها به من أحد من العالمين، أتوا بذنب ما سبقهم به أحد من العالمين. ورأينا أيضا يعني بغي هؤلاء، وكذلك أيضا يعني عتو هؤلاء وسفاهة وجهالة هؤلاء، وكيف أنهم أيضا أظهروا هذه الفاحشة. إمتى بيظهر الإنسان الفواحش دي؟ يبقى لما يكون في بيئة فاسدة، في بيئة فاسدة. لذلك كما بينا انظر كده، يبقى لو كان في رشوة في مكان، لما المكان ده تنتشر فيه رشوة فعلى ذلك يبقى علانية، يعني علانية ليست في السر كده، لا علانية، بل يطالب بهذه الرشوة علانية لا حرج، لأنه في بيئة كلها فاسدة، بيئة كلها بتتعامل بكده. أما يكون مثلا بيئة بتتعامل بالربا، هذه بيئة بتتعامل بالربا، فعلى ذلك يخفي ذلك الأمر. لماذا لا يخفي ذلك الأمر؟ بيئة أيضا انتشرت فيها هذه الرذيلة أو تلك المعصية، يبقى لا أبدا لا يعني لا هتجده مظهرا لهذه الفاحشة أو تلك الرذيلة، لا يخفيها أبدا. طب يا ترى هو في بيئة فاسدة، بيئة فاسدة تعين على ذلك الأمر. ثم بتأتي الآيات لقصة الأخيرة التي تذكر في سورة الشعراء، قصة شعيب عليه السلام مع أهل مدين. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين
وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أيضا شعيب عليه السلام هو من قوم مدين، يعني من قوم مدين يبقى شعيب منهم عليه السلام، ولكن ذكرهم ربنا سبحانه وتعالى هنا بهذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، يبقى ده بساتين كده ملتفة الأشجار، وبالتالي لذلك قال إذ قال لهم شعيب، مع أنه هو منهم، لكن في الآيات السابقة إذ قال أخوهم لوط، يبقى بيذكر هؤلاء أنهم كذبوا الرسل، فهؤلاء كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يذكرهم بهذه الآلهة التي تعبدوها من دون الله، ولذلك قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. يبقى كانوا يعرفوا ببخسهم للمكيال والميزان، يتلاعبون في الموازين والمكاييل والمقاييس، كانوا يتلاعبوا بهذا الأمر. لذلك نبههم على هذه القضية، قال أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض تفسدين. لذلك إحنا ممكن نستهين بهذا الأمر، إحنا بنقرأ في سورة المطففين ويل للمطففين، ده مطفف يعني بيطفف الميزان، ممكن يبقى حاجة يسيرة جدا، يعني بتبقى حاجة يسيرة. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوا يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين، وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، هذا إفساد في الأرض. أي ذنب أي معصية بترتكب هي عبارة عن إفساد في الأرض، حتى لو كانت من الصغائر، يعني حتى لو كانت نزغة. يبقى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إيه الفساد؟ يبقى الفساد يبقى أي معصية أي مخالفة سواء كانت بقى صغيرة أو كبيرة، هذا إفساد في الأرض. لذلك قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. قلنا على الرغم أنهم يعلمون أنه رسول مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، والآيات التي أيد بها تدل على ذلك، لكن وجحدوا بها استيقنة أنفسهم ظلما وعلوا، فقالوا إنما أنت مسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ودي السفاهة، يعني إن كان صادق قولوا إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح لنا الصدور ويسر لنا الأمر الإيمان وغير. لا لا لا، ده هم طلبوا العذاب لو كان صادقا، لو كان صادقا. طب لو كان صادقا الله ما شرح، لو هو يعني أشكى عليهم الأمر يطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى، يطلبوا أن يشرح لهم الصدور، ولكن ماذا طلبوا؟ طلبوا أن يأتيهم العذاب، وده من سفاهتهم ومن ضلالهم. لذلك قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون، متى ينزل عليهم العذاب؟ ربي سبحانه وتعالى هو الأعلم، يعني أنا فذكر لما أنت مذكر لست عليهم مسيطر، لنا حدود أساسا. متى يأتيهم ذلك؟ متى يأتيهم ما يطلبون؟ يبقى مرد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. يبقى السحابة أتت فيها العذاب. إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولون هل نحن منظرون. وإنه لتنزيل رب العالمين،
نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون. يبقى هذا القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لتنزيل رب العالمين. يبقى هذا كلام رب العالمين أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله لهداية الناس وإرشاد الناس إلى طريق رب المستقيم. كما إحنا بنقرأ كده شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى هذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الرسل كانت لهداية الناس، كانت هداية وإرشاد الناس إلى طريق ربهم المستقيم الموصل إلى رحمات الله سبحانه وتعالى ورضوانه الموصل إلى دار السلام. وأنه لا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، هذا الروح الأمين جبريل عليه السلام صبر ربنا سبحانه وتعالى بأنه أمين لأنه ما زاد حرفا ولا يعني أنقص حرفا من كلام ربي سبحانه وتعالى، بلغ ما ذلك ما بلغ ما أنزل إليه من ربي سبحانه وتعالى على الرسول الذي بلغ أيضا ما أنزل عليه من ربي سبحانه وتعالى. نزل بروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، من المنذرين. فعلى ذلك يبقى ما زاد في ذلك حرفا ولا أنقص من ذلك حرفا، ولكنه نزل هو أمين السماء كما هو موصول أنزله على قلبك، وده المحل الذي ينزل فيه القرآن. يبقى القرآن ده المطلوب أننا أنزل هذا القرآن على قلبي، لأنه لو نزل على القلب هنبدأ نفعله في واقع الحياة، نفعله في واقع الحياة. يبقى ولذلك ما قال على قلبك لتكون من المنذرين، يبقى أنه أتى بالبشارة والنذارة ينذر هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى خلفوا وردوا ذلك الحق بلسان عربي مبين. يبقى كلام واضح ويبين، يبقى القرآن ليس فيه يعني أشياء غامضة، ولكنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى القرآن ميسر يعني في تلاوته، ميسر في حفظه، ميسر في الفهم، ميسر في العمل به، وبلسان عربي مبين واضح وجلي لا غموض في كلام الله سبحانه وتعالى ولا غموض في ذلك القرآن. وإنه لفي زبر الأولين في الكتب السابقة أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فعلى ذلك الكتب السابقة كانت كلها قد بشرت بالنبي صلى الله عليه وسلم والنبي الخاتم، وكذلك أيضا إن كان هناك يعني أشكل عليهم مسألة فليأتوا إلى علماء بني إسرائيل إلى أهل الكتاب. يبقى كما قال لنا ربنا سبحانه وكما مرت علينا الآيات وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبقى ده أساسا هؤلاء الذين لا يستكبرون عن قبول الحق، يبقى لا يستكبرون. احنا نقول لو احنا اتينا الى اهل الكتاب لا انكروا ذلك، احنا بنتكلم على المنصف من هؤلاء، يعني على المنصف من هؤلاء الذي يبحث عن الحقيقة وكذلك غير مستكبر لقبول ذلك الحق. ولتجدن اقربهم مودة من الذين امنوا لتجدن اشد الناس عداوة الذين امنوا اليهود والنصارى اليهود والذين اشركوا وجدنا أقرب مودة الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون إذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، مما عرفوا. يبقى هم تأثروا ليه؟ لأنهم كانوا يبحثون عن الحق فلما تلت عليهم الآيات يعلمون أن هذا هو الحق، وبالتالي يبقى يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي بشرت به التوراة والإنجيل. ولو نزلناه على بعض الأعجمين، يبقى لو كان بقى على بعض الأعجمين الذين لا يجيدون العربية فقرأ عليهم ما كانوا به مؤمنين، يبقى دول هيبقى عندهم عذر لأنهم مش فاهمين،
لكن انتوا على كفار قريش يبقى ده كانوا اهل لغه، وبالتالي لما نزل عليهم القران نزل بلسان عربي مبين بلغه هؤلاء القوم، فلماذا لا يؤمنون؟ ده هو واضح والمعاني واضحه، ليس عندهم حجه ولا مبرر لعدم قبول ذلك الحق لانه اتى بلسان القوم. لكن لو هو اساسا الكلام دوت نزل القران بلسان عربي مبين ثم تلي على الاعاجم يبقى هؤلاء لا يجدون العربيه، لا يجدون العربيه، فعند ذلك هم لم يفهموا، يعني لم يفهموا. يبقى لما تيجي تقرا الكلام ده على رجل اعجمي هو لم يفهم، فبيحتاج ان انا افهمه، يبقى ترجم له ده بلغتي حتى يفهم هذا الامر. لكن هو هيسمع ويعلم انك متكلم، لكن هو لم يفهم ما تقول لانه ليس بلغه هذا الانسان. فلو كان هو نزل على الاعجميين فقرا عليهم ما كانوا به مؤمنين، عذرهم انهم مثلا لم يفهموا لانها ليس بلغه القوم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما ارسل من رسول الا بلسان قومي، لان الغرض هو يعني البيان والوضوح وبيان المعاني، فكان يناسب هذا الامر ان يكون بلغه القوم. فكذلك القران نزل بلغه قريش وبالتالي مع ذلك لم يؤمنوا. فهل انتم من الاعاجم؟ طب الاعاجم يعذرون في ذلك انه يقول انه لم يفهم، وبالتالي لم يعلم ايه هو المطلوب، ولذلك فقرا عليهم فيما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، حتى الذين اجرموا ربنا سبحانه وتعالى ختم على قلوبهم، وبالتالي حرموا من ان يفهموا. ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا وفي اذانهم وقرا لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. ليه؟ لان الله تعالى طبع على قلوبهم، ان الله تعالى طبع على قلوبهم، فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون. لما يجدوا بقى تكشف امامهم الحقائق، يعني هل بقى لنا مهله، يعني هل لنا مهله؟ فعلى ذلك قد انتهى. وانذرهم يوم الحصر اذ قضي الامر في غفله وهم لا يؤمنون. فلذلك يعني هيقولوا الكلام ده امتى؟ يعني عند بقى المعين، لما ياتيهم العذاب، ما ياتيهم العذاب او ربنا ابصرنا سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ولكن هيهات هيهات، يعني فات الاوان، فات اوان التوبه وفات اوان يعني الندم والتاسف اللي هو هتنتفع من خلاله، لكن خلاص مهما اظهر من الندم والتاسف فقد فات الاوان، مضى ذلك الوقت. يعني انذروا يوم الحسرة اذ قضي الامر هم في غفله وهم لا يؤمنون. نرجى الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الايات الى المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.